برغم السيطرة والاستحواذ، تعادل سلبي غير مقنع للاعبي الأهلي مع المريخ السوداني المتواضع المستوى. نطلع لفاصل ونرجع نحلل الشوط الأولاني مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شفنا استحواذ وسيطرة وخلقنا فرص وضيعنا فرص، بس كان لازم النتيجة تكون على الأقل طلع كسبان الشوط الأولاني. احنا شفنا كل حاجة الحقيقة إلا الأهداف يعني. ومفيش أي داعي للسربعة أو داعي أي حاجة. أنت بتلعب مستحوذ على كل حاجة، مفاتيح اللعب بتباصي 95% سليم، تحركات من الأجناب، كل شيء. استغلال بقى الفرص والهدوء في ان احنا نجيب جول، او استحواذ على الفرص اللي بتيجي كمان. يعني في تصرف غريب قوي من اللعيبه في نهاية الهجمه. يعني لازم يبقى في الشوط الثاني نفس الشكل، نفس الاداء، نفس الضغط. انت بتلعب فرقه، حتى الراجل اللي خرج ونزل واحد ثاني، ده انا لو بلعب في الملعب هلعب على الراجل ده بس، يعني اللي نزل ده. فهم مستسلمين لك لغايه لما انت تجيب جول اولاني. كان من اول خمس دقائق تقدر تخلص المهمه دي كلها. صحيح. فانا بتمنى ان ننسى الشوط الاولاني ده خالص وننزل اكننا بنلعب المباراه من اول وجديد، من اول دقيقه. أيوه. في الشوط الثاني. أيوه. لازم تحرز هدف. مش معقول هيسرسبوك اهو، خدوا منك بتاع اربع خمس دقائق وقت ضايع في اول شوط. انت كنت اولى بيهم، ما اعرفش ازاي الحكم عملوا دقيقه واحده. انما هي ده هيبقى الطبيعه بتاعتهم. ناس مستسلمه بالنسبه لك، ما عندهمش الامكانيات اللي هي الجريك فيها، غير ان هي لو انت عملت ميس باس يقدر يعمل عليك كونتر اتاك بطوليه، وانت متحكم في الامور وواقف على رجلك النهارده. فما شاء الله. لازم تخلص بقى بالاهداف. التطور الهجومي اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل ما عدنا، احنا قعدنا كلنا نتكلم في مليون حاجه، ولكن الواقع اسهل بكتير جدا. صحيح. اسهل لدرجه ان انا ممكن العب 3 4 3 يعني. صحيح. العب 2 5 3 اعمل اللي انا عايزه في مباراه زي دي. صحيح. فان شاء الله يكون لينا التفوق في الشوط الثاني باذن الله رب العالمين. كابتن علاء، النتيجه من وجهه نظرك في الشوط الاول تتناسب مع اداء الفريق؟ لا خالص طبعا. يعني انت سالتني لو تاخد تصريحات المدير الفني ان هو بيتكلم، مش هو ده اللي هينفذه في ارض الملعب. طبعا مع احترامي لكابتن فريق المريخ، لا حتى ما يعني الوقفه الدفاعيه غلط. يعني حتى هو بيدافع. صحيح. الوقفه غلط. صحيح. ما فيش حد بيدافع بالمنظر ده خالص. لكن يؤخذ لعيبه النادي الاهلي في رعونه شويه في الفرص. يعني دايما بنتكلم بنقول الفرصه اللي تجي لك وانت رايح للكوره دي فرصه، دي ده الهدف ده بتاع الماتش، هو دي فرصه الماتش النهارده. لكن في رعونه شويه، في تسديد بس مش متقن. لازم بقى حتى وانت رايح للجول لازم يبقى في شويه هدوء، لازم يبقى في تعاون اكتر من كده بين كهربا، بين بواليا، بين اجاي. يمكن اجاي بيأدي شوت كويس. بص الوقفه الدفاعيه بتاعتهم واقفه، لكن بص لا لا دي وقفه غريبه. ما انا عارف، ما فيش حد بيقف كده خالص. يعني انا ما شفتهاش خالص في حد بيدافع كده او في فريق بيدافع كده وسايب الاطراف هاني ووحيد مساحات كتيره جدا جدا موجوده. يمكن وحيد عمل 3 كروشات حلوين قوي. لكن الاستغلال بتاع فرص ايمن هو صح. يعني العنوان بتاع الشوط ده استغلال الفرص. استغلال الفرص بتاعنا وحش جدا في وش حته. صحيح. انك تبقى لازم تبقى هادي قوي قدام الجول، وزي ما بقول لك الفرصه بهدف. لكن ان شاء الله اعتقد بالمنظر الدفاعي ده والشكل الدفاعي المريخ، اعتقد النادي الاهلي قادر ان هو يحسم المباراه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول، وايه اللي ممكن يعمله النادي الاهلي الشوط الثاني؟ زي ما احنا كلنا توقعنا الشوط الاولاني ان نصر الدين نايبي هيلعب في نص ملعبه 4-5-1، وهيحاول يعمل هجمة مرتدة. حتى الجزء اللي انه يبتدوا ينطلقوا من التكتل الدفاعي ده لقدام ما فيهوش اي خطورة على النادي الاهلي. يعني في اريحية على دفاع النادي الاهلي باستثناء كورنرين، جم اتنين كورنر جم حتى ما كانش فيهم خطورة، لكن ما فيش اي خطورة من جمل في الاجناب او تمرير في العمق السيفتيري يعمل خطوره. يعني الخطوره منعدمه. هو اللعب كله في نص ملعب المريخ، ولكن عدم تركيز شويه في انهاء الهجمه هو ده اللي واضح. يعني احنا ما بنلعبش بالشراسه اللي احنا كنا متوقعينها، ولكن برضو جات لك فرص واحده القفشه، واحده الكهرباء، واحده الهاني، واحده السوليه، بواليا صلح اتنين حلوين، وجات له واحده كان سهل يجيبها جون. فهي عايزه بس تركيز في انهاء الهجمه يعني. لكن انت بتوصل. أي. يعني وحيد وصل اكتر من مره، هاني كان متاخر شويه الشوط الاولاني في بدايه الشوط، في اخر 10 دقائق بقت في حركه شويه ناحيه الجنب اليمين. صحيح. ووصلت اكتر من مره، بس عايزه يعني
هدوء وتركيز قدام المرمى، واعتقد انه فرصه كبيره ان الشوط الثاني النادي الاهلي يجيب اكتر من هدف باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول، وهل ممكن نشوف تغييرات مبكره بنزول محمد شريف مثلا من بدايه الشوط الثاني؟ هو طبعا شوط يعني كان لازم النادي الاهلي يستغله من بدايته في تحقيق هدف، خاصه ان ظهرت فرص للنادي الاهلي محققه عن طريق قفشه في الدقيقه 6، وقلنا المباريات اللي زي دي انت محتاج الفرصه على طول تحسب بيها المباراه. كره السوليه، كره كهربا، بواليا، فجت فرص. النهارده الشوط الثاني النادي الاهلي محتاج يعمله اول حاجه لازم يزود عمليه الضغط، خاصه ان احنا شفنا خط الدفاع بتاع المريخ عنده اخطاء كبيره جدا، مع الضغط هتظهر اخطاء اكتر. تاني حاجه مهمه ان النادي الاهلي يسرع رتم اللعب، صح، ما جاريش المريخ في لعبه، المريخ عايز ان انا دايما الرتم هادي، مزبوط. لا، لازم النادي الاهلي يحط سرعه في رتم اللعب، دايما نلعب من على الاطراف، خاصه احنا شايفين محمود وحيد عنده حريه حركه بيعمل وفرات براحته، محمد هاني نفس الكلام، لازم يكون في تكمله هجوميه. اكيد لو النتيجه استمرت على نفس الشكل اكيد عندنا في بره عناصر هجوميه زي محمد شريف ممكن يتم الدفع بيه خلال الشوط الثاني باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله بالفوز في الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه المباراه، ارجوكم انتظرونا.